بفقرتنا الفنية لليوم، اليوم رح يكون معنا فرقة موسيقية أردنية مكونة من 12 بنت، كل بنت متخصصة بعزف على نوع معين طبعا من الآلات الموسيقية. رح تكون معنا هلأ فرقة نايا، رح نحكي أكثر عن نشاطاتها اللي رح تكون قريبا، رح يحيوا حفلة موسيقية في مركز الحسين الثقافي. زي ما قلنا لكم هم 12 بنت، لكن اليوم رح يكون معنا بس 3 بنات من فرقة نايا. بنرحب فيكي لينا صالح، أهلا وسهلا فيكي. أيضا بنلحب بمي حجارة، أيضا رح يكون معنا اليوم هند سبانخ، أهلا وسهلا فيكم. فيك. شو أخباركم؟ أهلا وسهلا. يعني لما نقول فرقة نايا مكونة من 12 بنت، ليش بس بنات؟ هو إحنا دائما بنقول ليش مش بنات؟ لا بس يعني ليش بس بنات؟ لما نسمع 12 بنت بفرقة واحدة، ليش مش داخل العنصر الذكوري؟ هو نحن دائما الفرق يا بتكون رجال يا ما بتكون رجال وبنات. حسينا إنه هاي الفكرة مش كتير مطروحة، مش كتير موجودة، وعندنا طاقات بالبنات وبالصبايا الموجودين، عندنا طاقات من ناحية موسيقى، من ناحية غناء، فقلنا ليش ما نشكل فريق كله من النساء، عرفتي كيف؟ نعم. ونجحت الفكرة ولقت إعجاب منيح يعني بالشارع الثقافي الأردني. ممتاز. طيب هلا مين اللي طلع بالفكرة؟ يعني مين صاحب فكرة نايا؟ في صديقتنا رولا جرادات. نعم. هي من زمان جعبالها تعمل فرقة، وبتذكر أنا كانت من أول الناس اللي حكتني من شي سنتين. وأنا دائما كان عندي أعذر، أنا مشغولة، عندي أوركسترا، عندي معهد، بس هاي السنة رجعت حكت من أول وجديد تقريبا بشهر 7 أو 8 السنة اللي فاتت. نعم. وما كان في عنا طريق خروج جمعتنا وبلشنا بالبروغرام برعاية الأب الروحي للفرقة، معالي وزير الثقافة السابق الدكتور الأستاذ جريس السماوي. أكيد نوجه له تحية. طيب هلا يعني منلاحظ اللي بيتابع فرقة نايا، منلاحظ إنه بتستعملوا آلتين مع بعض مثل القانون ومثل العود، في صبيتين بيستخدموا نفس الآلات. فأنتي يا مي بتستخدمي العود، وفي كمان معك صبية تانية بتستخدم العود، فاحكوا لنا يعني كيف آلتين مع بعض بنفس الفرقة. بس التصحيح فقط، أنا بعزف العود هلا برضو مش المقابلة، راح أعزف عود بس ببناية بعزف الكونترباس. نعم. هو بالبداية كنا 3 أعواد، بعدين حولت على آلة الكونترباس. في صبيتين بيعزف عود وفي صبيتين بيعزف قانون. هي فعليا إجت يعني كنا حابين كل ما يكون في زخم أكتر، عدد من الآلات أكتر، يعني بيطلع صوت أكيد أحسن يعني. فإجت هيك التشكيلة يعني بالصدفة، طلع قانونين وعودين. نعم. وباقي الآلات مفرد على كل آلة. طب إيش أضاف إنه وجود آلتين مع بعض بنفس الفرقة؟ يعني شو أضاف للفرقة؟ لما نحن نقعد نشتغل مع بعض ونتمرن مع بعض بالتوزيع الموسيقي، لما يصير في ممكن يصير عندنا حوار بين آلتين قانون، حوار بين آلتين عود، أو حوار بين قانون وعود، بيزيد زخم على القطعة الموسيقية. حلو. يعني بثري العمل، القطعة نفسها للعمل اللي منقدمه. حلو. طيب هلا انتو زي ما قلنا 12 بنت بفرقة نايا، احكوا لنا ايش الآلات الموسيقية المستعملة؟ احنا معنا زي ما قلتي، معنا صبيتين على العود مروة السيدي مسودان، معنا صبيتين على القانون. نعم. رولا برغوتي، رولا جردات. معنا مي حجارة كونترباس، معنا هند سبانخ آلة إيقاع، معنا آلاء تكروري فلوت وإيقاع، ودي مسودان كمان هلا عم بده إيقاع أوقات. معنا مين كمان؟ معنا نوران، معنا نوران محو، معنا عبيدة ماضي كمانجا فيولا، معنا لارا عليان غنى، معنا هيفا كمال خليل غنى، معنا لينا صالح. مين ضل كمان مستوايا؟ نسينا حدا؟ أظن عدينا 12. عدينا 12. هلا نحن 12، إحنا بنأمل إنه هاي نواة صغيرة، إحنا بنأمل إنه بعد فترة نكون إن شاء الله يا رب نصير 12,000، ما عندناش مشكلة. ما في مشكلة. أكيد يعني ما دام العمل مش رقم ثابت، ما دام أنتوا عم تبدوا وعم بتقدموا أكيد عمل مميز، نتمنى إنكم تكبروا أكثر وأكثر. إذا بتحكوا لي سريعاً قبل ما تغنوا ونسمع عزفكم طبعاً، إمتى تأسست فرقة نايا؟ يعني بلشنا نتمرن تقريبا بشهر باخر شهر 6 2011. نعم. لكن حفل الانطلاق كان ب1/10 ولادتها. ولادتها حفل الانطلاق كان ب1/10 2011. حلو. طيب شو رايكم هلا تسمعونا شيء؟ اوكي نسمعك شيء، يلا نسمعك من تراث بلاد الشام. بدك Thank you.
دبك 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 اسم الله عليك اسم الله عليك رم اسطنبول عليك وجبل لبنان جبل لبنان دبك 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 اسم الله عليك اسم الله عليك رم اسطنبول عليك وجبل لبنان يسلم صوتك وعسكم ما شاء الله عليكم. طيب هند عم نشوفك عم تعزفي على الدف، فإحنا قليل ما نشوف بنات بيعزفوا على الدف، يعني كيف توجهتي قررتي إنك تعزفي على الدف؟ هلا من أنا وصغيرة عندي حب مخيف لآلة الإيقاع. نعم. وهلا أهلي ما كانوا مع الفكرة بس ما كانوا ضدها، ما كانوا يحبوا إني أطلع أعزف إيقاع، بس كانت تجيب لي أمي طبلة. تحب عزف ما تطلعي بس هي طبلة أوكي ما. فتطورت الشغلة لما دخلت على المعهد الوطني للموسيقى، درست بكالوريوس موسيقى، أنا عزفت ترومبت، وصار المعهد بلزمه عازف إيقاع لفرقة، وتبرعت قلت لهم أنا بطبل. فبلشت أخذ دروس بالمعهد وقتها، ولسه عندي حب لآلة الإيقاع ولسه بدي أتطور أكثر وأكثر. مع أنها بالأصل هي مش إيقاع، هي برضو بتشتغل معنا هند ترومبت، يعني آلة مختلفة. بشتغل ترومبت تاني، حتى آلة الدف تعتبر جديدة علي، يعني كنت قبل على الطبلة فجديد صرت على آلة الدف، يعني في اكتشاف مواهب فينا. عم تكتشفوا مواهبكم داخل فرقة اكتشاف مواهب، يعني عرفت كيف؟ يعني بدق عود صار يدق ايقاع، ترومبت بدق، كله بدق ايقاع. واكيد بصير بيناتكم تعاون، مثلا يعني ممكن مي بتسالي مثلا اذا في حدا عم بيعزف معك على نفس الاله، انه مثلا بتتساعدوا بين بعض وبتتعاونوا بين بعض وبتستفيدوا من خبرات بعض، فهذا إشي كمان كثير مهم. في كيمياء حلوه بين البنات، في كيمياء، في شيء، في روح حلوه بين الصبايا، حلو بتشتغلوا يعني بروح الفريق، هذا اهم شيء وهذا دليل على النجاح هذا طبعا. طب احكوا لنا عن الحفله اللي راح تكون بمركز الحسين. هي بكره حفلتنا، بكره وبعده الحفل الرئيس بكره اللي هو الافتتاح، راح يكون تحت رعايه وزير الثقافه معالي دكتور صلاح جرار. نعم. بكرة رح تكون على 7:30 بمركز الحسين الثقافي، بنتمنى الكل عم بسمعنا يجي يحضرنا، حنقدم عمل كتير حلو، عمل متنوع متكامل، يعني كلاسيكيات، في تراث، في فلكلور، في أغاني طربية، وفي قطع موسيقية جميلة جدا، فإحنا بنتمنى اللي عم بسمعنا يجي يحضرنا. وبنحكي شكرا هند، رح تحكي شكرا لكل الناس اللي دعمتنا ودعمت هاي الفكره. قديش لكم عم بتحضروا لهاي الحفله؟ لنا زمان، لنا 3 أشهر. بس هلا معسكر، يعني معسكر يعني هلا مؤخرا معسكر. طب انا حابه اعرف قبل ما نشكر الداعمين لكم، قديش بتقضوا من الوقت وانتم عم تتدربوا وانتم عم تسقلوا هاي خلينا نقول الموهبه الغنائيه اللي موجوده عندكم؟ هلا كغنى بدك دائما انت تدربي حالك غنى. نعم. بعيدا عن نايا، بعيدا، احنا كل حدا فينا مشترك بغيرنا بفرق مختلفه كمان. هلا كغنى انت لازم تمارسي صوتك وكآله وككله كله لازم يشتغل لحاله، بس قد ايه احنا بنعطي نايا، بنعطي كثير مؤخرا بالذات لانه الحفل قرب، تقريبا يوميا تقريبا 4 ساعات، ما بين 4 ل 3 4 ساعات يوميا، عشان تقدري تطلعي بعمل يعني يليق بالحفل اللي بدك تقدميه ويليق في الصبايا المتميزين جدا اللي معانا. هلا لينا انت عندك اياها، يعني الغناء هي يعني بنقدر نقول مش موهبه، هي مهنه، يعني انت كل مش مهنة. مهنه لا 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 مش مهنه ابدا. لا لا هاي هوايه،
يعني هذا شيء اكسترنال على في عندك يعني. شغل ثاني هلا ما في شغل بس كان في هلا بطالة شوي مش مشكله لا هلا طيب. شوي يعني بس لا هو شيء يعني زي ما تقولي ثانوي مش رئيسي بس طب ليش ما تمتهنيه مثلا لانه احنا للاسف احنا يا ريت لو حدا بسمع للاسف احنا يعني مش كثير ماخذين حقنا كفن كشيء من قدمه ماديا والمردود مادي انت كمان بدك بالاخر تلتفتي على المردود المادي بتحبي تغني بس كمان بدك تعيشي فبدك تكوني عامله يعني بالانس بين التنتين فلحاله الغنى لا ما بزبط يعني صحيح. بس ممكن يكون جنب يا ريت ان شاء الله يصير يزبط احنا ما بنزعل طبعا اكيد هند قولي لي هل هي مثلا مهنتك انا مهنتي دارسه موسيقى والشيء الوحيد اللي بعمله بحياتي بتمحور حوالين الموسيقى ان كان تدريس او ان كان عزف نحن اجمالا بالفرقه عندنا بنات الموسيقى هي مهنتهم شغلهم وفي عندنا بنات ماخذين الموسيقى بروفيشنالي بس بيشتغلوا ب الأغلبية إيش هي مهنتهم ولا لا يعني مثلاً عندنا تقريباً بالنص بالنص يعني ثلاث أرباع ماخذينها هواية والنص الثاني والنص ماخذينها سيريسلي هم أصلاً أنا لا أنا ماخذيتها هواية أنا بشتغل أنا درست IT أصلاً بالجامعة والموسيقى جانب إضافي يعني من ناحية مردود مادي بس من ناحية وقت أنا بتخيل حتى باخذ وقت أكثر من الشغل العادي يعني حتى بالشغل بكون حتى بسمع حلو طب بتفكري تمتهنيه مثلا إذا صار في اهتمام كبير ب مثلا خلينا نقول فرقة نويا صراحة يعني ممكن يعني الواحد بيلاقي حاله يعني بال يعني أكثر يعني حتى على مستوى مثلا بالبروفات وكل واحد مستمتع أكثر مما تكوني بتمارس بشغلك العادي يعني أكيد في جو حلو بالموسيقى نفسيات الموسيقيين إجمالا فيها هيك مرتاحين أكثر أكيد طبعا يعني ما في أحلى من الموسيقى والفن لكن زي ما أنتوا قلتوا يعني لازم يكون في مردود مادي لحتى الواحد يتشجع طبعاً. ويمتهن مهنة الفن والموسيقى سمعونا آخر إشي قبل ما سمعك آخر إشي إيش نقول مجنة نقول عجم يلا اوكي طلعت يا ما احلى نرها شمس الشمس اللي بسمع هالصوت واللي بسمع هالعزف يعني انتو ثلاثة بس هلأ موجودين معنا من فرقة نايا أكيد لما يلتم شمل فرقة نايا أكيد رح نشوف إبداعات رائعة إن شاء الله إحنا بنتمنى لكم كل التوفيق بكرة شكراً يا مايس نرجع ندعي كل اللي عم بيتابعونا هلأ إنه ييجوا على مركز الحسين الثقافي أي ساعة رح يكون 7:30 لازم يكون الحضور 7 لأنه بتبقى عجقة كتير نعم. منقول لرؤية شكراً كتير على دعمها الدائم رؤية كانت من أول ولادة لنايا ب11 دعمتنا بعد إذنك بس نقول لفتة سريعة بنقول شكراً لزينة نقول شكراً للبنك الأهلي مطبعة السفير شكراً نسكافيه شكراً جبصين شكراً شاهين أنشاهين الشركة الأهلية ما بدنا ننسى حدا شكراً روتانا شكراً فان شكراً كل حدا Thank you, ميس شكراً لكم بتشكرك لينا صالح مي حجرة وأيضاً هند سبانخ من فرقة نايا شكراً لكم كل التوفيق لكم يا رب أهلا وسهلا فيكم